لموقع. أنا شخصيا لا أحب أن أنادى بشكل شخصي في هذا التجمع الكريم، فاجعلوا نداءاتكم نداءات وطنية باستمرار. بحريت النوشيعة هذا الوطن من بيعه، 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 بحريت النوشيعة هذا الوطن من بيعه. أحب دائما أن تستحضروا هذه الروح الوطنية في كل لحظة تجتمعون هنا. إذا كنت بوصي بوصية في هذه يعني الكلمات البسيطة، ضربتون مثال رائع بسلميتكم. أوصيكم مهما كانت الظروف اليوم وغدا وبعد غد، مهما كانت الظروف ابقوا على هذه السلمية، سيتعاطف معكم العالم. ابقوا على هذه السلمية. سلمية 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 تمار اللي تنامون هني أزيد لو أنا أنام أزيد. أنا ما صار لي مدة. أحبائي، بالنسبة إلى موضوع الشهيدين، فقد قدم على الله سبحانه وتعالى في حركة سلمية، قتلوا ظلما وفدوا على الكريم من أجل مصلحة هذا الوطن، من أجل أن ينعم أهل هذا الوطن جميعهم اليوم وغدا بحياة أفضل، فرحمة الله عليهم. نسأل الله أن يكون لهذه الدماء الطاهرة التي سفكت أن نجد ثمارها خير لكل أهل البحرين، لأن الشباب وهذه الشباب والشابات التي أشاهدهم لا ينظرون إلى مصلحة طرف دون طرف، وإنما يعبرون عن رأيهم بهذه الطريقة السلمية من أجل أن ينعم البحرين، كل أهل البحرين، بمزيد من الخير والتقدم والكرامة والمحبة، ورحمة الله عليهم. نسأل الله ألا تتصرف السلطة بعنجهية كما تصرفت في اليوم الأول، وأن تفتح الباب أمام شعبها من أجل التعبير عن إرادته ورغبته بطريقة سلمية. هناك أناس آخرون يعبرون عن إرادتهم في مكان آخر، نحن لا اعتراض لدينا عليهم. أيضا نطالب من الحكومة أن لا تعترض على تعبيرنا السلمي عن مطالبنا وعن آرائنا، ونحن نحافظ على هذه السلمية. هكذا يعبر كلنا، وهكذا تكون حقيقة أن هناك تعبير. أخوكم الصغير والدكم، اسمحوني لأخوكم الصغير يسلم عليكم، يستودعكم الله إن شاء الله، حفظكم الله دائما وأبدا أيها الأحبة، وأدامكم الله للبحرين، وأدام البحرين لكم إن شاء الله. أهم عن فيها الجميع بالأمن والاستقرار والمحافظة. الشعب يريد إصلاح النظام، الشعب يريد إصلاح النظام.